حبايبي الحلوين، اهلا ومرحبا بكم. وحشتوني جدا 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 جدا، يعني فوق ما تتخيلوا والله وحشتوني قوي. وبقالي فتره كبيره ما عملتش فيديوهات، فزي ما سالتكم من كام يوم تحبوا انزل اول فيديو ايه، مودانيسا ولا شي ان؟ انتوا اخترتوا شي ان، فطبعا سمعا وطاعا. والنهارده هوريكم مشتريات شي ان الجميله جدا. بصوا، وانا بصراحه بقالي فتره كبيره جدا بطلب من شي ان ومش بعمل فيديوهات، فالمشتريات اللي انا هوريها لكم دي عباره عن خليط من كذا اوردر، بس انتوا اول مره هتشوفوهم، حاجات حلوه جدا جدا وبرده لسه موجوده على الابلكيشن. فما تنسوش تستخدموا كود الخصم، ويا ريت شير ولايك وكومنت على الفيديو، لاني بقالي 3 شهور ما نزلتش فيديوهات، فعايزه الفيديو يتشاف. قطعه في الاوردر يا جماعه، واجمل قطعه، الوحيده اللي انا قستها واتصورت بيها، الباقي قست ولسه ما اتصورتش بيه. البدله التحفه دي، تحفه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اولا القطعه بتاعتها جميله، البنطلون بتاعها شايفين واسع ازاي، وايد ليج بانس. انا طلبت منها مقاس ميديم او لارج، يا ميديم يا لارج يا بنات والله مش فاكره، لا لارج لارج معلش. طلبت منها مقاس لارج، جميله قوي 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 قوي. عيبها الوحيد ان هي شفافه وكمها قصير شويه. خامتها تحفه، يعني ما كنتش متخيله خامتها بالجمال ده. يعني الحاجه لما تكون حلوه لازم تديها حقها بصراحه. خامتها عامله زي اللينن او اللي احنا بنقول عليه كتان، بس هي مش بتتكرمش زي الكتان، يعني تقريبا فيها شبه من اللينن بشكل كبير جدا. قطن زي ما انتم شايفين، وحتى هتشوفوا الفراغات بتاعه القطن فيها، بس رائعه الجمال. شفافه، لازم يتلبس تحتها توب عشان من فوق بتبقى شفافه. النقشه بتاعتها تجنن، صيفيه. الكم بتاعها زي ما قلت لكم قصير شويه، هيحتاج تحتها معصم او اللي هي الاساور، في اساور بتتباع للاكمام القصيره شويه. جميله يا جماعه بجد، اطلبوها لو لسه موجوده، لان هي تحفه، هي لسه موجوده. طلبت منها مقاس لارج وكانت مظبوطه عليا جدا جدا. ما تصغريش نمره فيها، لان طبعا هتلاقي تعليقات مكتوب ان هو هاتي اصغر مقاسك. لا، هي بتبقى واسعه من فوق عشان ده ستايلها، بس البنطلون الاستك بتاعه يدوب على القد، يعني انا بلبس لارج فده مقاسي، فانا شايفاه مظبوط جدا جدا. هاتي مقاسك فيها جماعه، تجنن. وخامتها بارده للصيف، وشكلها شيك جدا جدا، هتشوفوني وانا لابساها في الايفنت بتاع شي ان، بجد حلوه قوي. البدله بقى كنت لابسه عليها ايه؟ كنت لابسه عليها الهيلز الاموره دي. الهيلز دي يا جماعه تحفه قوي قوي قوي، موجوده في براندات تانية باسعار يعني الضعف بتاع دي تقريبا او الثلاث اضعاف، موجوده في زارا من الاخر. بصوا الكاب بتاعها جميل، المقاس بتاعها حلو قوي قوي، بس انا للامانه طلبت مقاس 40 عشان الخامه دي بتمسك شويه من قدام في الرجل. كان شيك قوي قوي على البدله، رغم ان البدله عايزه حاجه كاجوال اكتر، بس انا عشان كنت لابساها في ايفنت فحبيت اعملها زي سيمي فورمال كده، فلبست عليها الهيلز دي. والشنطه اللي انا دايما اقول لكم شنطه زارا موجوده في شي ان، هوريها لكم دلوقتي. ودي كمان البيرس او الشنطه اللي دايما اقول لكم شنطه زارا موجوده في شي ان، يعني كل حاجه في زارا بصراحه شي ان عملاها. فمن الحاجات اللطيفة جدا اهي، كنت ماسكاها برضو على البدلة وكان شكلها شيك قوي قوي قوي. اللي بعده ده بقى الطقم من براند اسمها ديزي، دايما اقول لكم عليها لما بطلب منها، براند امورة، والستايل بتاعها كيوت كده زي الستايل الكوري. البلوزة خامتها تجنن، الخامة اللي هي فيها لمعة شوية بس شفافة، يعني لازم يتلبس تحتها حاجة، وبتيجي معاها الرابطة دي بحيث ان هي تتربط في الجنب كده في يونكة، او تربطيها من ورا او تربطيها من قدام اللي يريحك. لبست عليها بقى يا بنات السكيرت، هي جميله قوي بس مشكلتها ان هي قصيره. الكات بتاعتها عامله ازاي؟ هي من تحت مش مستويه، يعني هي نازله طويله وقصيره طويله وقصيره، فاهمين؟ هتشوفوني وانا لابساها في الفيديو. متبطنه بس برضو قصيره، ما تنفعش ابدا البنات المحجبه، لازم تلبسي تحتها بطانه طويله، يعني حتى مش بطانه بس، لا كمان لازم تكون بطانه طويله. فانا هقول لكم انا عملت ايه لما لبستهم مع بعض. البلوزه بما انها كده كده شفافه والسكيرت كانت قصيره، فلبست تحتهم بيسك كات، يعني هو مش بكم كات، وخامته خفيفه، يعني مش الخامه اللي هي تقيله قوي، لا البيسكس اللي هي بتتلبس كتلبيسه تحت الفساتين، خامته مش بتحرر، وكان لونه اسود فما كانش باين ابدا ان انا لابسه حاجه تحتيها، كانها قطعه واحده. فمن الحاجات الشيك الانيقه وسعرها حلو قوي، بس يعني لازم بقى نظبطها عشان تمشي مع الحجاب. فجميله جدا جدا، لو انت قصيره هتمشي معاكي، لو انت طويله لازم تعملي زي وتلبسي تحتها تلبيسه عشان تبقى مظبوطه. اللي بعده برده يعني حاجه من الحاجات الشيك قوي قوي على شيان، بصوا مش عارفه اقول عليه ايه، سليبرز وساندلز مش عارفه، بس تحفه يجنن. والهيلز بتاعته اموره، اللي هي الكيتن هيلز القصيره قوي دي، واللولي او اللولو اللي فيه ده من دي فخامه جميله، او ينفع للفساتين او العبايات، ومستحيل يضايقك او يتعبك.
حلوه قوي 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 بجد، هتو سعره جميل. الخامه بتاعته مش جلد، بصوا الخامه بتاعته تحسوا ان هي قماش شويه متبطنه يعني بقماش، بس جميل قوي قوي. اللي بعده الشنطه دي لسه هفتحها معاكم حالا، برضو من الاوردر الجديد اللي انا لسه ما جربتش منه او ما صورتش منه الملابس، يعني انا جربت كل حاجه لسه بس لسه ما صورتهاش. دي شنطه بصوا اموره قوي يا بنات، شكلها جميل والكواليتي بتاعتها تجنن، وبتتفتح كده اهي، وفيها اماكن حلوه يعني حلوه قوي، مش كبيره ومش صغيره في نفس الوقت، في نفس جوده براند كولت سبرينج لو تعرفوها، الناس اللي عايشين في دول الخليج اكيد عارفين البراند دي، نفس الجوده بتاعتها على فكره، جميله جدا جدا جدا. يعني ما عنديش مانع ان انا اخرج بيها البس على الطقم اللي انا لابساها ده او على البلوزه اللي انا لابساها. بالمناسبه البلوزه دي برده من شي ان، من براند ديزي اللي انا لسه موريه لكم منها الطقم الاسود، جميله قوي البلوزه دي يا بنات، نفسي اوريها لكم، هوريها لكم في هتشوفوها في الفيديو دلوقتي وانا لابساها، كنت لابساها على بنطلون فورمال اسود. الخامه اللي هي مديه على جبردين شويه اللي هي القطن بس الواقف شويه، يعني من الحاجات اللي بتتكسر لو ما خدتيش بالك وانت لابساها. بصوا واسعه جدا، انا كنت طالباها مقاس لارج تقريبا، وواسعه جدا تلبس اكس لارج يعني، بس هو الستايل بتاعها كده اوفر سايز. جميله صراحه، جميله قوي قوي على البنطلون اللي بعده. ده بقى من الحاجات اللي انا لسه ما صورتهاش، هصورها بعد ما اعمل لكم الفيديو ده، بس قستها وعارفاها يعني، انا طلعتها من الكيس قبل كده وقاساها، فهقدر اقول لكم المقاس بتاعها عامل ازاي وخامتها عامله ازاي. اولا الخامه دي اللي انا مش بحبها من شي ان للاسف، يعني شي ان عندها ديزاينز اموره وشيك جدا وتنفع مع حجابات، بس بتبوظ بسبب الخامه. يعني بصوا الخامه دي اللي هي بتعمل صوت يا بنات اللي قلت لكم عليها قبل كده، انا مش بحبها. الصوت دي السات دي يا بنات اللي هي زي بدله بيجي معاها البنطلون ده، لو تفتكروا انا وريتكم قبل كده من كذا شهر بدله شبهها، بس البدله التانيه كانت خامتها احلى، برده بتيجي معاها البنطلون وايد ليج بانتس و بليسي زي كده، البليسي الضيق، فهي جميله قوي قوي. والتوب بتاعها بس خامتها هي اللي مش عاجباني، التوب بتاعها بقى طويل من ورا وقصير شويه من قدام، بس طويل قوي من ورا يا بنات وقصير من قدام، مش القصر اللي هو يبين منطقه الافخاذ، لا اطول شويه يعني من قدام مش قصيره قوي. وفيها الحركه بتاعه الياقه دي، زرار هنا ومفتوحه مثلث كده، هي جميله تنفع البنات اللي بتحب تلبس واسع قوي وعايزه تلبس بنطلون تمشي براحتها، بس في نفس الوقت مش عايزه بنطلون يحدد الجسم، فاختيار مناسب. لكن انا مشكلتي في الخامه، انا الخامه دي مش اجمل حاجه بصراحه من الخامات اللي انا مش بحبها في شي ان بصراحه شديده، واللي متابعني اكيد عارف ان انا دايما بقول لكم الموضوع ده. بصوا انا طلبت منها مقاس ايه، مقاس سمول، يعني ده اصغر مقاس على الابلكيشن، ومع ذلك يا بنات تلبس متهيألي تلبس لحد 2 اكس لارج، واسعه جدا. اللي بعده من الاخفاقات التي يعني لم تنل اعجابي هذه المره، دي بدله هوريها لكم على الموديل بتاع شي ان، تجنن يعني حاجه كده قمر، بس هي من من البلس سايز او من الكيرف، فالبلس سايز انا ما بقاش يناسبني قوي يعني، خسيت شويه فبقى حاجات معينه ما ينفعش البسها زي البدله دي مثلا، البدله دي محتاجه تكون مظبوطه على الجسم اذروايز هتبقى مبهدله. ده اصغر مقاس منها واحد اكس لارج، دي اصغر مقاس على الابلكيشن، واحد اكس لارج بالنسبه لي لبس تقريبا 2 او 3 اكس لارج، واسع قوي قوي يا بنات. بصوا حتى البنطلون بتاعها واسع قوي، المفروض ان هو بنطلون ستريت بس هو واسع. الجاكيت بتاعها كان نفسي البسها واوريها لكم، بس بجد شكلها مبهدل عليا لانها واسعه. البليزر بتاعها حلو، خامته مش بطاله، متبطن من جوه بس الخامه اللي هي المهدوله مش الواقفه، حلو قوي لو انتي مظبوطه عليكي، لو البليزر مظبوط عليكي هيبقى شكلها جميل، بس انا كان مش مظبوط عليا ومقفول، الاثنين جايين على بعض فالرسمه بتاعته مش حلوه، فللاسف ما ناسبتنيش، كانت عايزه حد مقاسه اكبر مني شويه وانا كنت عايزه مقاس اصغر. اللي بعده البدله دي او السات دي برده من البلس سايز مش عارفه امتى هتقوم من البلس سايز، انا بصراحه جميله قوي من تحت هنا، شايفين القطعه البيضة دي، وبيجي معاها بنطلون وايد ليج بانتس اهو، دي برده يا جماعه فيها مشكله هقول لكم عليها، جميله جدا جدا للمحجبات، هي مش طويله قوي يعني يا دوب مغطيه منطقه المؤخره من ورا، فلان هي واسعه من فوق واسعه من تحت فمش مبينه منحنيات الجسم، فاهماني؟ مشكلتها بقى ان هي الخامه اللي انا برده مش بحبها،
الخامه بنات الناس اللي بتشتري من شي ان اكيد هتفهم انهي خامه انا قصدي عليها، اللي هي بتبقى من بره خشنه شويه ومن جوه ناعمه زي كده، وللاسف بتعمل ريحه مش حلوه. سواء انتي ملهاش علاقة بالعرق على فكرة، في خامات في شي ان بتعمل ريحة وحشة لوحدها، حاطة مزيل عرق بعد فترة بتعمل ريحة مش حلوة. في بنات ردوا عليا وقالوا لي ان هي حلوة للشتاء، بس حتى هدي مش حلوة للشتاء لان هي مش بتدفي. يعني هي القصة في ان هي مش بتدفي، ممكن تتلبس وقت الخريف لكن انتي تلبسيها حاجة في الشتاء عشان تدفيكي، لا الخامة دي ولا بتدفي في الشتاء ولا باردة في الصيف، بتحرر في الصيف وبتبرد في الشتاء. حاجة غريبة جدا يعني، بس اوفر اول هي شكلها حلو لو انت حابه تجيبيها في ايام الخريف في دخله الشتاء او الشتاء بتاع دول الخليج، هتبقى حلوه جدا عليكي لو انت بتحبي الستايل اللي هو السبورتي الواسع. اللي بعده الكيمونو او العبايه دي، طبعا قلنا شيء ان يبقى لازم عبايه، لازم نطلب كده عبايه اموره. اهي العبايه لونها اوليف او مش عارفه ده لونها ايه، لونها ليموني شويه، من دي على ليموني مش عارفه بيتقال عليه ايه اللون ده، نسيت اسمه. جميله جميله قوي. بصوا الاكمام بتاعتها، هي البات وينج يا جماعه، البات وينج اللي هو جناح الوطواط اللي هي بتبقى واسعه قوي زياده عن اللزوم، شايفين القصه دي اسمها بات وينج، فحلوه قوي. بس هي برده قصيره شويه، للبنات الطويله هتبقى قصيره عليكم. فدي بقى تتلبس يا بنات على بيسك ابيض او على بدله بيضه، هتبقى واو تجنن، حلوه قوي قوي قوي. لسه ما كوتهاش فهوريكم الفيديو بتاعتها طبعا وانا متصوره بيها، حلوه جدا جدا وخامتها جميله وناعمه. بيجي منها اعتقد وان سايز، ما بيجيش منها مقاسات مش متاكده، بس طبعا هحط لكم الارقام واللينكات في الديسكريبشن بوكس، ولو انتوا بتتفرجوا عليا على الفيسبوك هتلاقوها في اول تعليق. بعده ذا بليزر. وللاسف الشديد هو شكله حلو وكل حاجه على الموديل، بس اجي البسه الاقيه وحش ومبهدل. ليه بقى؟ لان الخامه بتاعته، بصوا الخامه الطريه، الخامه الطريه دي مستحيل تظبط في البليزرز يا بنات، مش بتبان ان هي قيمه ومش بتبان ان هي غاليه، بتبان العكس، بتبان ان هي رخيصه. فحتى لو هو يعني هو مقاسه اصلا واسع عليا، بس مش الواسع المبهدل، لا عادي ممكن البسه، بس الفيتنج بتاعه مش حلو لانه زي ما انتم شايفين كده مش متبطن وخامته مهدوله، فما عجبنيش الحقيقه. وكمان اكمامه طلعت قصيره. على النقيض بقى طلبت بليزر تاني، احنا لازم نطلب اكتر من بليزر لان البليزرز بتاعت شي ان بصراحه بيبقى فيها حاجات حلوه مش كلها وحشه. ده متبطن والفيتنج بتاعه رائع جدا جدا، بس مشكلته الوحيده يعني شايفين ده برده لارج، التاني طلع واسع عليا، وده مشكلته الوحيده ان هو ضيق من تحت الابط، مع ان انا خسيت كتير بس للاسف طلع ضيق من هنا من المنطقه دي. فهو على ما اعتقد ما يناسبش البنات العريضه، زي لو انت اكتافك عريضه مش هيناسبك، لكن غير كده هو جميل والطول بتاعه جميل جدا جدا ومتبطن وحلو جدا على سعر. هتصدقوني لو قلت لكم ان ده الفستان رقم 4 من نفس الموديل، ده تاني لون البس اطلبه اسود، طلبت منه قبل كده اللون الاخضر واللون الازرق من كتر ما الفستان ده انا بحبه. انا ليه عندي كده معزه خاصه، اول مره في حياتي كنت طلبته كان 2021 او لا كان 2020 او 21، كان 2021 يعني تقريبا داخلين على اكتر من سنتين. ويا جماعه تحفه، بصوا الجمال. واكتر فستان بتسال عليه لما بنزل اي ريل وانا لابساه، هو زي القصه بتاعته الجميله اللي فيها ايه بقى عشان اقول لكم انا بحبه ليه، ان الكات بتاعته فيها القماشه اللي هي طايره دي قماشه كده اكسترا يعني، وبليسي. القصه دي مناسبه جدا للناس اللي عندها مثلا بطن، اللي عندها جناب، اللي عندها بروز منحنيات، فالقماشه دي بتداريها لانها بصوا طايره كده فوقيه، فحلو قوي. طبعا الترتر اللي بيلمع ده مديله شياكه، الاكمام بس بتاعته هي اللي شفون لازم يتلبس تحتها حاجه، لكن اوفر اول جميل. وفي باف من هنا في الاكتاف بتاعته فيها باف شويه، وطوله حلو جدا جدا لو انت عايزه تجيبيه لنفسك تجيبيه لمامتك، حلو قوي قوي قوي. هو زي بين العبايه وبين الفستان. اخر حاجه هوريها لكم بقى القمصان دي من شي ان، القميص اللي هو الرسمي العادي اللي بزراير وبياقه وباسوره. بصوا دي احلى قمصان انا طلبتها من شي ان، مش بتحرر رغم ان هي خامتها مش قطن على فكره، الخامه بتاعتها مش قطن،
مش قطن صافي يعني داخل فيها بوليستر بس مش بيحرر مش بيعمل ريحه وحشه تمام. اختكم خبره في شي ان فعارفه كل الثغرات بتاعت الاقمشه. ده اللون الابيض بتاعه جميل برضو بارد على الجسم طوله حلو الفيتنج بتاعه حلو هو الفيتنج بتاعه اوفر سايز لذلك انا لما باجي بطلب لنفسي بطلب مقاس ميديم مش بطلب لارج ولا اكس لارج يعني هتطلبي رقم اصغر من رقمك الطبيعي. سعره رائع حاجه واربعين درهم او حاجه واربعين ريال حلو قوي لو انت عندك مشكله في فستان مش عارفه تلبسي تحته ايه هتلبسي تحته ده هيحل ازمه. انا كنت لابساه القميص الابيض لسه ما لبستش بصراحه بيني وبينكم انا لازم اطلب كل الالوان في كل الالوان منه هناك ف الخامه بتاعته حلوه سعره حلو الفيتنج بتاعه هاتي مقاس اصغر من مقاسك بيحل ازمه في حاجات كتير قوي 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 قوي. عندك مثلا سويت شيرت قصير مش عارفه تلبسي عليه ايه هتلبسي عليه القميص يطول لك حته منه لو عندك فستان بنص كم او كات هيحل ازمه وهكذا. فحبيت اقول لكم عليهم وبس كده خلص فيديو النهارده وما تنسوش تستخدموا كود الخصم ولو حابين ولو عجبتكم اي قطعه اكتبوا لي في الكومنتس وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. باي باي.